وللحديث عن اللاعب بلال بن حمودة يلتحق بنا المدرب الجزائري بلال دزيري عبر الهاتف. أهلا بك. مساء الخير. مساء الخير مستمعينا الكرام. مساء الخير بلال. إذن الكرة الجزائرية تفقد اليوم واحد من أبنائها، بلال بن حمودة. تابعنا قبل قليل التصريحات، الكل يشهد بخصاله الحميدة وأخلاقه العالية. بريمير دي شوز، حاجة الأولى يعني هو الولد فقده يعني الأهل تاعو، يعني بابا وما ما يش سهلة يعني كي البابا تيشفل وليده. احنا يعني العادة ونقول حدا باللي كل واحد يدفن والديه أحسن من الله غالب، هذا القدر تاع ربي وربي كاتب هذه الحاجة. نقول باللي بلال الله يرحمه بن حمودة وين كان لاعب خالق، يعني خالق الدرجة ما تصور، وكان يعني لاعب ممتاز لابروف، يعني لافي وين لعبوا مقابلة مع الفريق المحلي وسجل هدف إيتو، وكان ربي أمانته يعني لما ربي يديها حتى يديها كاتب له ربي يديها هذاك النهار في هذاك الوقت. حنا ما علينا غير نتمنى له يعني نقول ترحموا عليه ونتمنى الصبر لوالديه، هما اللي تأثروا بحاجة الدرجة الأولى، هما اللي راح يتأثروا كثير إن شاء الله. ونقول الدنيا تستمر، نعم تستمر بنعم، نقول ديما نقول ما يتحسب الجملة غير اللي كويت، هو كيكونوا والديه يكونوا متأثرين بزاف نطلبوا لهم الصبر ونطلبوا لهم الرحمة إن شاء الله. بلال زيري، أكيد كنت حاضرا قبل قليل في تشييع جثمان بلال بن حمودة بمدينة حجوط بولاية تيبازا، كيف كانت انطباعات عائلة اتحاد العاصمة وأيضا الرياضيين واللاعبين أيضا؟ والله ماشي غير اتحاد العاصمة، صح هو الفريق اللي لعب في اتحاد العاصمة من ناس جد من مختلف يعني الولايات، كان حضر الجنازة، يعني كان شعب كبير في الجنازة اللي ترحموا عليه. تيبني لا ماجوريتي تاع اللاعبين اللي لعبوا معاه ولا اللي كيما حنا دربنا اذا متاثرين سي توتافي نورمال تاثروا بهذه، هذه راهي موت، هذه يعني اكبر مصيبه هذه هي الموت. حنا دوكا نطلبوا له الرحمه والصبر لوالديه، سوتو لوالديه الصبر، يعني هو راه مات ربي يرحمه، مشى عند ربي، راح لدار الحق. الوالدين يريحهم متاثرين، حنا نقولوا لوالديه هذه حاجة ربي إن شاء الله يعاودوا يستمروا في الحياة. وسيبري ما تنجمش تنساه، سيرتو الوالدين ما ينجموش ينساو وليدهم، ما نقول بلي هذه هي سنة الحياة الرحمة إن شاء الله. إن شاء الله. بلال زيري، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا.